هل ممكن من اكله بسيطه زي الرز بلبن تبني براند كبير ويعيش؟ اشهر مكان بيعمل رز بلبن في مصر انا حسين الملكي، ودي شغلانه جدود جدودي. الملكي في السوق بقاله 100 سنه 107 سنه بالظبط، 1917. الملكي بيبيع رز بلبن من زمن الزمن، من محل صغير في الحسين من اكتر من 100 سنه لسلسله محلات كبيره موجوده النهارده في كل مكان. هاخدكم في رحله داخل خبايا مصانع الملكي وتاريخ البراند ده اللي قدر يحافظ على اسمه وسط السنين دي كلها. ايه بقى المسخسخه؟ انت عارف يا كريم اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. ايه الاخبار؟ عامل انت ايه يا حبيبي؟ تفتكر ايه من تاريخ الملكي؟ يعني انت وعيت على المجال من وانت صغير صح؟ هو اصلا الموضوع ان الحسين او المطبخ بتاعنا اللي كان زمان ايام جدي كان تحت البيت، كان دور تحت البيت في شارع ام الغلام في الجماليه في الحسين، ودي انا عشت هناك يعني. فعادي جدا لما اصحى من النوم تنزل من البيت على المحل. لا انا بنزل من البيت على المطبخ، يعني المطبخ كان تحت البيت، فكنت انزل من اصحى من النوم انزل الاقيهم خلصوا طبخ وبتاع رز بلبن وصبوه وكل حاجه، فكان عادي جدا الحياه بالنسبه لي ان كل يوم افطر رز بلبن، يعني عادي جدا. ايه فكره الاختراعات اللي بقينا نسمع عنها في الاكل؟ وهل الاختراعات دي فرقت في المبيعات؟ دي كيكة التريليتش او المسخسخة. المسخسخة دي اللي قلبت الدنيا. اللي قلبت الدنيا. انت عملتوها امتى المسخسخة دي؟ المسخسخة دي عملناها سنة 2022 يناير. جات لك منين بقى فكرة المسخسخة دي؟ ماما طبعا تركية من اسطنبول، انا بحب تركيا طبعا. قلت عايز تعمل براندات كبيرة جدا. بس ايه بقى فكرة المسخسخة؟ يعني ليه سميتها مسخسخة؟ يعني ليه ما سميتهاش اسم عادي؟ لا هو الفكرة جت احنا نزلناها الاول تريليتش عادي لفترة، قعدت 5-6 اشهر، وبعدين انا بوصفها للماركتنج تيم بتاعنا، فبقول لهم وانت بتاكلها تحس كده ان انت ايه بتسخسخ بتدوب في بقك، ده هدف الموضوع ان هي بتعمل كده. فلقيت الستاف التيم بيقول ايه قلت تاني كده، فقلت لهم بتسخسخ يعني بتدوب. انا ما خدتش بالي، مشيت عادي جدا وخلاص وتمام. تاني يوم لقيت بوست نازل مسخسخه وصلت مصر بس كده، ولقيت الناس كتير جدا يعني اتعملت ترند، والناس كله بيكلمني وعمال يقول لي هي ايه دي، هي ايه المسخسخه دي. قلت له يا جماعه احنا منزلينها من 6 اشهر بس، احنا يعني ماركتنج تيم بحاول ان هو يبدع، فحط كلمه مسخسخه بس. فيدباك كان عالي جدا وحصل ترند جامد جدا، الناس حصل نوع من انواع الايه الخضه كده، انا اتخضيت اصلا ايه اللي حصل بسرعه، وبعتوا لي والفروع كلها بتطلب وعايزين كذا، ايه يا جماعه ايه اللي حصل معانا نزلنا. فابتدت الناس تاخد بالها من التست، لان طبعا احنا عاملين تيست معين اللي هي الفانيليا كريمه، في تيست كده يخليني اكل تاني مع الكراميل. الملكي بقى تاسس سنه كام؟ 1917. 1917 قرن 107 سنه بالظبط. تاريخ طبعا تاريخ كبير فعلا. وانت الجيل الكام؟ انا الجيل الرابع بالظبط. الجيل الرابع. ولادي هيبقى الجيل الخامس. يعني كلكم في المجال الفاميلي، هو فاميلي بيزنس من سنة 1917. طبعا انا كنتش موجود طبعا، فاهمني ازاي؟ طب كل ده كان عن جدي، يعني جدي اللي بيحكي لي. ف 1917 كان محمد رمضان اللي هو ابو جدي، محمد رمضان الملكي. محمد رمضان كان راجل كبير القامة جدا وضخم جدا واسمراني كده شوية، انا شفت له صورة يعني بس طبعا مش لاقيها الصورة دي، جدي ورهاني. فالراجل ده كان عنده حوالي 150 عربية رز بلبن، كنا بنبيع رز بلبن في طبق ازاز وزبادي. ما كانش لسه في محل اصلا، يعني ما كانش لسه عنده محل، كان اول سنتين ثلاثة كده. كان عنده 150 عربية كانوا بينزلوا العتبة والحسنية والجمالية والدرب الاحمر والظاهر والمسكي والدراسة يعني كل الاريا اللي حوالين الحسين او ميدان الحسين او تحديدا من الجمالية. بعد كده عمل محل بقى الحاج محمد رمضان الملكي. انت شايف دلوقتي انت في الفروع، ما كانش الكلام ده موجود زمان. لا انت كنت الثلاجه بتاعتنا ورا الثلاجه كانت يعني كاشير كده، وبنخدم المنتج والثلاجات جوه، ده زمان خالص. دلوقتي لا، بعد الابجريد بتاع الكونسبت كامل بقى له سنتين او سنتين ونص، بقى اخدم نفسك بنفسك، كل حاجه في الثلاجه، كل حاجه في الثلاجه، كله موجود، انت يعني تاخد الاوردر بتنقي براحتك، كل حاجه موجوده، هيلب يور سيلف. كل اللي انا بخدمه معاك ان انا الف لك المنتج، احاسبك التايم بتاع اتخاذ الاوردر ما بيكملش بالظبط عندنا دلوقتي دقيقتين،
حتى لو في راش تايم بيبقى بالليل عادي جدا، الناس بتخش 3 4 واقفين على الثلاجه، الباسكت موجود بينقي 2 3 يخش على الكاشير يحاسب ويدلف له في الشنطه وطلع. يعني عايز ايس كريم بيروح ياخد ايس كريم جنبنا الثلاجه على طول، يقول لك انا عايز الايس كريم انا هاكله هنا، لا اديني ايس كريم واخده انا عايز، فاهم؟ يتعامل مع الموضوع كانه هو مفيش توابير بتاعه. لا ما عندناش توابير، التوابير موجوده طبعا طول الوقت، لكن التوابير بتاعه ان انا مثلا اجيب انا وحد ومراتي وعيالي واقف في طابور عند براند، طبيعي ان انا بخدم الناس، يعني طبيعي ان انا بحاول ان انا اقلل زمن الانتظار. انتظار عشان انت تكون راضي عن التجربه. كبيري قوي حاجه بتتسخن دي ممكن شويه 5-6 دقائق، لكن المنتج السائع او في الثلاجه اللي احنا بتاعتنا لا طبعا عادي جدا. انت بتعمل كم منتج؟ المنتجات الاساسيه ولا الفرعيه؟ ما في منتجات اساسيه ومنتجات فرعيه. يعني المنتجات الاساسيه اللي هو الرز بلبن، ثلاث انواع رز بلبن، والرابع اللي هو الكب، خامس رز فرن، بعد كده معالي، والقرع الكراميلينو اللي هو الميكس كريم كراميل الكراميلينو، السوائع بقى بيت الجيلي والحاجات المسخسخه. ما ينفعش اقول انا 100 سنه واقول الحاجات دي كلها وانا 100 سنه مش بخدمك خدمه سريعه كواليتي مظبوط، لا بالعكس انا يهمني ان في الاخر وفي الاول انت بتبيع حاجه بتقدم خدمه. ايه اللي خلى الملكي فوق ال 100 سنه دلوقتي وما زال مستمر؟ اللي خلانا من 100 سنه مستمرين لغايه دلوقتي ان قادرين نوصل للزبون احتياجاته ايه في كل فتره زمنيه. يعني مش انا بس، يعني ممكن يكون والدي الحاج محمد شايف الناس في الفتره بتاعته محتاجه ايه، لان هو كل حد بيسلم حد. يعني تحس ان ربنا بيطلع للبراند ده في كل فتره من الزمن، يعني تقدر تقول مثلا كل 30 40 سنه بيطلع له شخص بيغير تاريخ البراند. يعني هو ما تغيرش، هو نفس طبق الرز بلبن اللي احنا بنقدمه من زمان، هو نفس طبق الرز بلبن اللي احنا بنقدمه دلوقتي مع اختلاف التطور بالنسبه للاحداث اللي انا يعني في جيل ثالث وطعم زمان. ده كده ده كميه الرز بتاعتنا، ده رز مصري اللي هو يعني احسن رز في العالم. ما ينفعش تعمل رز بلبن برز تاني ولا تيست النشا بتاع الرز ليه تيست معين كده المصري؟ ما ينفعش نعمله برز بسمتي؟ ينفع على فكره، في ناس عملوه، بس في الاخر مش هتاكل الرز بلبن بتاعنا، بيبقى ضعيف. هو نشر البسمتي مش زي النشا الرز. يعني بص الرزايه بتاعتنا عامله ازاي، الرزايه نفسها مبطرخه. يعني بص دي رزايه تخينه، خد بالك الرزايه كامله، ما عندناش كسر رز. كلمني عن احدث رز بلبن عندك اللي هو اللي انت قررت تعمله للجيل الحالي. ايوه ده جت فكرته منين او فكرت فيه ازاي؟ ده الحاج علاء الملكي وده الحاج محمد، عشان كده سميناه الجيل الثالث. الجيل الثالث ده هي ده الجيل الثالث بقى اللي هو بعد محمد رمضان، في محمد رمضان وبعدين في حسين وبعدين في علاء ومحمد، دول اللي عملوا الرز ده. اما اللي هم عملوا الطعم زمان في شخص برضو هنا ده حسين، واحنا حبينا نوصل للناس المسج ان هو طعم زمان، ان هي شيء طعم زمان. يعني هي دي خلطه بريسبي معينه للحاج، يعني دي بتاعته هو. انت ما غيرتهاش، ما لعبتش فيها؟ لا دي زي ما هي، دي ريسبي بتاعته هو. الرز الجيل اللي هو حاليا اللي انا لسه مقدمه للناس اسمه الفا هو بيكلم سن من 7 سنين لسن مثلا 11 12 بالطعم ده. اللي هو مختلف ازاي عن التاني؟ كل واحد فيهم مختلف. الفا الرز نفسه مش كتير، كميته مظبوطه، كميه اللبن اكتر شويه او السيوله بتاعه اللبن، درجه الحراره 78 اهي. من اول ما تبقى 80 هنسقط الرز. اللبن بيحصل عمليه تقليب تجنيس، لازم يقعد يقلب كده عشان يفضل يجنس كل الحاجه اللي كلها مع بعض. كل ده لسه ما نزلناش بالسكر ولا سكر ولا الرز. هننزل بالرز، رفعنا درجه حراره 80 هنسقط الرز دلوقتي. انا خدت الفانيليا في حته تانية شويه، خدت مجهود شويه عشان اقدر اطلع فانيليا بطعم مختلف كريمي اكتر، مش الفانيليا الكريستال بقى اللي انت عارفينها اللي هي دي. انا محوجها كده، مديها طعم تاني حلو، بخليك تبقى حبه وتاخد معلقه تجر المعلقه التانيه، يعني تفهم الطبق بعد 3 معالق مش من معلقه. وبعدين لما نيجي الناس تدوق ما تاكلش الالفه وبعدين تروح لطعم زمان، لا تاكل طعم زمان وبعد كده تاكل الجيل التالت بعد كده تاكل الفا، لكن مش تاكل الفا تروح تدوق طعم زمان. لا كلت الفا مش تفهم حاجه. معلومه انا ما كنتش اعرفها صراحه، الا وهي ان رز بلبن في الملكي 3 انواع مختلفه. دي حاجه انا ما اعرفهاش، انا ما كنتش اعرف. انا بروح عادي بطلب رز بلبن وغالبا بطلب نفس الرز بلبن اللي انا بطلبه، فدلوقتي انت قلت لي ان في 3 انواع مختلفه. صحيح، ده طعم زمان اللي هو حسين الملكي عمله، الحاج حسين. كم الرز اللي جواه اقل من الطبيعي؟ بص يا سيدي ده كده، بص هو عامل كريم ازاي، نقدر بص عامل ازاي، بص هو عامل ازاي كريمي جدا. بص فده الوش بتاعنا طبعا مكشكش جدا، بص يدل على كم الدسامه اللي موجود، فظيع. عشان انا اللي عامله والله، بس عشان مش عشان احنا اللي عاملينه والله، بس فعلا طريقه معينه بتدي الكريمي ده. انا على فكره لقيت الورقه دي موجوده في حته جنب صور جنب، يعني مش يعني معاك الورقه دي؟ ايوه ايه معايا بس مش هتطلع. موجوده طبعا. ده بقى يا معلم الجيل الثالث. بص بقى الجيل الثالث
الاشخاص محطوطين محمد وعلاء هم دول اللي عملوا ده. ده اللي غالبا كلنا اتربينا عليه صح؟ ده اتربينا عليه. ده اللي اتربينا عليه احنا السن بتاعنا. تمام. بص بقى الكشكشه ماسك نفسه عن التاني. بص التاني تعمله كده ينزل ده شويه ماسك نفسه. يعني هنا رز ازيد بقى. ده رز بان ساده. احنا بنتكلم كده على رز ساده ما حطيناش حاجه فوق لسه. ده الفا بقى خلاص. وكاتبين هنا ملاحظه للناس ان انت هتاكل الطعم ده 2024 هتاكله ان شاء الله. يعني يدي الناس العمر ويدينا العمر معاهم كمان 10 سنين ان شاء الله 2034 هيبقى نفس المعلقه اللي هو كلها وهو عنده 7 سنين هي 2024. هو اتجنن بقى الرز هنا. وشه برده مكشكش جدا وكريمي جدا. بص نفس احساس قوام طعم زمان. هو ده جمع ما بين الشخصيتين عشان تفهمه لازم ثلاث معالق. يعني بص مش لازم تفهم حاجه لازم اخد واحده كمان هبتدي افهم بقى دلوقتي. ابتدي افهم رائع. يعني ممكن اكمل كده للاخر عادي. كل حاجه بتطبخ مع بعض جوه. كل حاجه مع بعض بتركب بمواعيد. يعني كل حاجه بتنزل بميعادها. هو طبعا بيشيل الزيادات. هو لازم يعمل التمشيط ده عشان الكراميل ينزل جوه السنون. يعني بص المانجا بس طبعا دي هنا في متفرزنه عشان تبان لما تنزل على المنتج ما تسيحش. لازم تاخد شوك مفاجئ. فهي طالعه كيوبس كده ما بتخش على المنتج في التبريد بتريح عادي جدا. الفتره الجايه احنا عندنا توسعات في كذا حته في مصر وخارج مصر. الحمد لله الملكي عدد فروع بسم الله ما شاء الله زاد دلوقتي اعتقد داخل في حوالي حاجه و55 فرع حاجه كده. انت الفروع دي كلها بتاعتكم ولا فيها فرانشايز؟ لا مفيش فرانشايز. دي فروعنا كلها مفيش اي فرانشايز. ليه ما عملتش فرانشايز؟ هعمله لكن حاسس ان دلوقتي انا ارعى البراند بنفسي. فرانشايز طبعا نجاح بس ما اعرفش بحس شويه لسه عندي لسه رؤيه ان انا اخلص الملكي شخصيته لسه ما كملتش. لسه الناس ما تعرفش ان هو راح فين. هو رايح في حته الحلواني رايح في حته تكمله السكر ومش عايز احرق اكتر من كده بس هو راح في حته الحلواني وحته الحته دي هي دي كده كده امتداد الطبيعي للملكي ان هو لازم يروح شرقي وغربي. يعني ده طبيعي جدا بس في حاجه تانية انا لسه بكمل بيها البراند. يعني لسه عندي اما اكمل بقيه المنيو اللي انا عايز اوصله للناس خلال الفتره الجايه دي. انت شايف ان انت بقالك 100 سنه ولسه البراند ما كملش؟ من وجهه نظري انا مع احترامي كلهم لاجدادي وابويا وشابوه جدا ان هم قدروا يوصلونا لغايه دلوقتي لان هم عدوا بحاجات اكتر مننا. انا شايف البراند لا رايح في حته تانية خالص من وجهه نظري. هم لو كانوا موجودين كانوا هيفتخروا بيه يعني بالحلم اللي انا عايز اروح له. انا عايز اروح في حته تانية خالص. مش مجرد حد بيبيع رز بلبن يعني مش عايز اقول كده. يعني الرز بلبن عالمي انا مهتم انا عندي 3 علب بحبه لكن انا رايح في حته تانية. عايز اروح في حته تانية. عايز اوصل للناس مسج معين ان انا مش انا. انا الملك الجديد.